نشتغل بس نطالع الحمد لله إن شاء الله. نحن الآن بنحطلي غزال مي 1000 لتر 700 ليرة. وشوف يعني شو بتسوي المواطن الله يساعده، كل شيء غالي، مي غالي، نحن عم نضطر ناخذ هلا حاليا المي من بيت، عم نجي من بيتي عبي سطلين مي للشرب. نحن المجلس المحلي في بلدة طلة، نحن منطقة محاصرة منذ أكثر من 5 سنوات، لم تدخل لدينا أي منظمات غاسية أو أي جمعيات. نحن لدينا مشكلة كبيرة في مياه الشرب، لدينا بئر وحيد في القرية يعمل على الطاقة الكهربائية والديزل، الكهرباء الواردة لدينا لا تتجاوز الساعتين وهي غير قادرة على تغطية حاجات القرية وسكان القرية من مياه الشرب. لدينا محرك يعمل على الديزل مصروفه أكثر من 20 لتر بالساعة، ليست لدينا القدرة نحن كمجلس محلي على تشغيله بسبب عدم وجود الدعم من أي جمعيات. حصلت لدينا مشكلة منذ يومين وهي خروج الغاص الأساسي المغذي للبير عن العمل بسبب عطل كهربائي. تكلفة استخراج الغاطسة كبير جدا، نحن كقرية أو كمجلس محلي ليست لدينا القدرة على استخراجه. نحن باسم أهالي القرية نناشد المجتمع الدولي، نناشد الجمعيات أن ينظروا بعين العطف على أهالي قريتنا الذين يتجاوز عددهم أكثر من 7000 نسمة، وتأمين بديل لمياه الشرب، كون الأهالي في الفترة الأخيرة التجوا إلى الآبار السطحية وهي عبارة عن مياه ملوثة ويمكن أن تحدث لدينا كارثة إنسانية. ونحن في نهاية المطاف نناشد إخواننا ونناشد الجميع المنظمات والجمعيات أن ينظروا إلينا بعين الاعتبار. وأجيب البراغي من الطاسي، الطاسي عرفت ما هيك؟ يا أبو عمر يا أبو عمر يا أبو عمر. نحن المكتب الخدمي في قرية طلف تعرضنا لمشكلة منذ يومين وهي خروج الغاطسي الوحيد في القرية عن العمل. فالغاطسي بتكلف يعني مبالغ ضخمة، فالمجلس المحلي عجز تماما عن تقديم أي مساعدات أو كذا، فمنناشد نحن المنظمات والهيئات أنه يدعموا وينظروا في هذا الأمر بعين العطف، لأن القرية يوجد فيها هذا البئر الوحيد.